تطوع في الصيام، تطوع في القرآن، خل عندك بعض العبادات، وإذا عصيت الله لا تجاهر واندم ولينكسر القلب. شنو يعني يا شيخ المطوع يعصي الله؟ إيه ما في أحد ما يعصي الله شيخ، شلون في مطوع يعصي ربه؟ كل بني آدم خطاء، لكن ما يعزم المعصية نفسه تضعف، يطيح بالمعصية ما يعلم أحد، يستر على نفسه ويخاف ويندم ويتوب، وكل ما عصى تاب، وكل ما عصى تاب. هذا المطوع، المطوع مو إنسان ملك ما يعصي الله، لا يعصي، لكن كل ما عصى ندم وانكسر قلبه ويعزم ألا يعود، يوخر عن أسباب المعصية. شنو المطوع؟ المطوع يروح المسجد يصلي إذا أذن المؤذن، هذا كله لازم يصلي. المطوع يبر والدينا، المطوع اللي يروح الحين من البيت وأول ما يسوي تليفونه يمسح منه كل، يا أخوان ليلة رأس السنة بكرة صح؟ ترى في ناس والله ضايعة في البشر، احمدوا ربكم انكم جالسين في مجلس خير، انتوا أهل دين، ترى الحمد لله انتوا مطاوعة، مطوع اللي جلس مجلس ذكر بهالليلة ما شاء الله.